فكرة رائعة وأكتر من رائعة الحقيقة. كانت دعوة من مجلس الإدارة إن لجنة المرأة تبقى مشارك في اليوم الجميل ده. لجنة المرأة عملت ديش بارتي زي ما حضرتك شايف، بقى ترابيزة ما شاء الله بقى كده. إحنا شرفنا وكان لينا حقيقي الشرف إن الكابتن ساب كل الترابيزات وجالنا إحنا الحمد لله. بص، إحنا كنا حريصين إن كل شيء يتم بإيدينا وسرعة إيدينا عشان تبقى فعلا جو رمضاني حلو. المفارش بتاعت رمضان، الفوانيس بتاعت رمضان، المشروبات الرمضانية، كل أجواء رمضان الحمد لله على ترابيزه لجنه المراه. اولا شابو لمجلس الاداره انه دي فكرته، ان هو يجمع فكره الترابط والتجمع، وان كلنا نعرف بعض وكلنا يبقى في ما بيننا تواصل، سواء حتى في كوبايه امر الدين زي ما بيقولوا. وده شيء جميل جدا جدا. احنا حقيقي يعني كلنا كنا مبسوطين ان كلنا بنعرف بعض. في ناس كتير ما كانتش تعرف لجنه المراه، اللي هي لجنه يعني جديده شويه، ما كانش في لجنه زي ما حضرتك عارف، ما كانش في لجنه مرأة. نعمل النادي بالذات في الوقت اللي بيبقى عصيب او وقت فيه اي مشاكل، كلنا ورا الكابتن الخطيب وكلنا تحت شعار الاهلي فوق الجميع فعلا. فكان يوم جميل جدا، في امسيه رمضانيه حلوه والناس كلها اتجمعت، ويمكن شايف المنظر حضرتك كل الناس والابتسامه عليها كلهم، ففضل ونعمه من ربنا والحمد لله على كده. كل سنه وانتم طيبين لكل اعضاء وجماهير النادي الاهلي، مجلس الاداره، المكتب التنفيذي، اعضاء اللجان، يا رب دايما ينعاد علينا دايما كده بالخير والبركه يا رب ان شاء الله. والله احنا الحمد لله رب العالمين، يمكن احنا بس الفتره الاولانيه عقبال ما بدانا نكون اللجان، زي ما الكابتن الخطيب قال في المؤتمر اللي كان عامله في النادي الاهلي، ان احنا اخترنا افراد اللجان ديت من خلال مقابلات شخصيه عشان كل واحد نقدر نحطه في المكان اللي يقدر بيخدم به الاعضاء. وبالتالي اللجان دي يمكن اتاخرت شويه في بدء الفعاليات بتاعتها، لكن النهارده الحمد لله على الارض لجنه المراه عملت 3 ندوات في رمضان، لجنه الشباب عملت دوره رمضانيه، قابلنا فيها بعض الصعوبات مفيش مشكله، لكن ان شاء الله النهائي هيقام يوم الاحد والدوره مشيت في اطارها السليم 100%. كل ده في اطار برضو برنامج عائله الاهلي، مش عايزين ننسى ده، ان احنا النهارده متجمعين، المنظر الجميل اللي احنا شفناه ده كله في اهلي مدينه نصر، وان شاء الله هيتكرر اعتقد في الجزيره الاسبوع اللي جاي. كل ده في اطار برنامج عائله الاهلي، كلنا ملمومين حوالين بعض، كلنا اسره واحده، كلنا اهلاويه، كلنا بنحب النادي الاهلي، ودي الرساله انا بقولها لكل اعضاء النادي الاهلي، كلنا اهلاويه، كلنا ورا النادي الاهلي، ولابد ان احنا نكون معاه في شده قبل ما نكون معاه في رفاهيه كمان ان شاء الله. استحدثنا فعلا لجنه الشباب ما كانتش موجوده، ودي ده جات لنا، ده جات لنا اثناء جدا لاعضاء النادي. كمان قعدنا لجنه المراه للحياه قبل كده كانت في الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده، لجنه المسؤوليه المجتمعيه اللي على راسها نجم كبير زي الكابتن مصطفى عبده، ربنا يديله الصحه يا رب ويوفقه دايما. لجنه القدرات الخاصه برضه في شكل جديد، الاعضاء هنا هيلمسوا منها هذا التغيير، بالاضافه للجان التقليديه اللي كانت موجوده زي اللجنه الثقافيه ولجنه الرحلات، برضه جداول الرحلات منتظمه بشكل كبير، تحسن الاداء بشكل كبير في الشهرين اللي فاتوا، وان شاء الله الى الامام باذن الله. يا رب احنا دلوقتي في اي مغفره، والله مغفره، والله انك عفو كريم تحب العفو عفو عنا، فرب ربنا يكرمنا كده يوفق النادي الاهلي ويوفق مجلس الاداره ويوفق الكابتن الخطيب، وان شاء الله ينعاد علينا رمضان ويبلغنا رمضان دايما. واقول لكل الاعضاء كل سنه وانتم طيبين واسركم بصحه وبخير وسعاده. اهلا بحضرتك وحضرتك وسادتك والساده المشاهدين طيبين. الحمد لله فعلا اللجان السنه دي بعد تشكيلها عملت شغل قوي جدا ومحترم جدا. لجنه الشباب السنه دي يمكن كانت اول مهمه ليها هي تولي ملف دوره عائله الاهلي رمضانيه. الحمد لله السنه دي عملنا فيها شغل مختلف تماما عن السنين اللي فاتت. الدوره كانت مقامه على مستوى الـ3 فروع. الدوره كانت مقسمه جواها لمسؤوليه، مسؤول فني ومسؤول مالي ومسؤول اعلامي. شاركنا، جبنا شباب النادي متطوعين للمشاركه في اداره الدوره الرمضانيه السنه دي، وننتظروا كمان مفاجات في الفاينل ان شاء الله يوم الاحد في الصاله المغطاه، لاول مره بيشارك فريق نسائي في النهائي. فالحمد لله الشكل مختلف تماما. يمكن كمان مجلس الاداره واللجنه العليا والمدير التنفيذي ساعدونا كتير قوي الحمد لله، وان شاء الله احنا الهدف بتاعنا بعد كده ان احنا نكبر الدوره دي اكتر واكتر، ويمكن من احد اهدافنا ان احنا نعملها كمان لمشتركين من خارج النادي الاهلي ايام وان شاء الله نكون على مستوى
والحاجه اللي تليق باسم النادي وتاريخه واعضائه ان شاء الله. وطبعا مجلس الاداره يحسب ليه ان هو لاول مره في تاريخ النادي الاهلي عمل لجنه شباب، لجنه شباب اول مره تشكل في تاريخ النادي الاهلي. الصراحه العشر اعضاء اللي في النادي الاهلي اتعمل لهم يعني اختاروا تم اختيارهم بعنايه من اللجنه العليا، كل الناس عندها افكار كبيره جدا، افكار في استثماريه وافكار للاستغلال حاجات كتير في النادي، افكار لتنميه موارد النادي بشكل اكبر. ويمكن الفتره اللي قدم مش قدم مشاريع اكبر ان شاء الله بعد رمضان في حاجات كتير قوي شغالين عليها تقدم للجنه العليا. واحنا الصراحه مجلس الاداره عمل شغل قوي جدا معانا واضاف لينا وساعدنا بشكل كبير جدا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنه.